سيدي، لدي سؤال. هنالك تقارير تفيد بأن السعوديين قد يقولوا بأن خاشقجي قتل أثناء عملية تحقيق غير مصرح بها. نعم، أنا رأيت هذا الخبر، ونحن ننتظر ما سيقولنه، ونحن نعمل عن كثب مع كل من السعودية وتركيا اللذان يعملان معا، وعن كثب للتعرف على ما حدث. وهنالك الكثيرون ممن يعملون على هذا الموضوع، ونحن سنلتزم بالنتائج. نعم، اطلعت على هذا التقرير ولا ندري إن كان ذلك التقرير رسمي. هنالك فقط شائعات أن تقريرا سيصدر. ما التوجيهات التي أعطيتها لوزير الخارجية بومبيو؟ طبعا أنا أرسلته لمعرفتي وبشكل مباشر ما حدث، ما الذي يعرفونه وما يحدث. ربما يذهب إلى تركيا وقد لا يذهب، وربما يجتمع بهم جميعا، لكننا نريد أن نصل إلى حقيقة ما حدث. وهو طبعا أعطيته توجيهات للتعرف على ما حدث، ونحن نتحدث عن الأمر برمته مع السعودية، لكن الوضع رهيب وما من شك ما لا شك في ذلك. وأنا لا أحب. هل سيذهب وزير الخارجية منشن إلى المؤتمر؟ هو من سيتخذ هذا القرار. إذن ما اليوم الجمعة وسيذهب وسنتخذ هذا القرار. لم نتخذ قرار بعد بشأن ذهابه، وهو من سيتخذ قراره قبل يوم الجمعة.